بس اكيد يعني فكره التاهل للاولمبياد يعني وراها بقى رحله شقه زي ما بيقولوا وكفاح. عايزين برضو نعرف من كابتن سعيد كده يعني رؤيته هو لمشوار التاهل للدوره الاولمبيه. هو كان في معسكر في شهر. هو بيقول لحضرتك ان هو في المعسكر في المركز الاولمبي للمنتخبات المفروض ان احنا بندي 3 شهور بس الاتحاد او اللجنه البارالمبيه اخروا خلاها شهر واحد. وبيقول لحضرتك كان هو اتاخروا في الاعداد بتاعهم على اساس ان كان الدوري متاخر بسبب عدم دعم وزاره الشباب ان هو نبدا الدوري فيه. الحاجه الثانيه ان هم كان في طبعا عشان ما فيش دوري ابتدوا يجيبوا لعيبه كثيره وعملوا اختبارات لمده 2 أسبوع وبعد كده يعني اتمرنوا ساعتين. هو دلوقتي الثالث هو يعني طلع الثالث هو على طول الاول عشان كده طلع الثالث ما طلعش الاول. هو كان المفروض لو في تدريب 3 شهور او ماتش 3 شهور كان طلع الاول. بيقول لك يعني اي معسكر في الاولمبياد او اي حاجه بالنسبه للاسواق بيبقى سنه. احنا شهر واحد فما كانش الاعداد كافي يعني. هو بيقول لحضرتك يعني هل يعني الكلام ده للمواقعين بس ان هم يسكروا فترات طويله والسم لا احنا كلنا عالم واحد كمصر. وبيقول لك يعني الاسباب اللي هي ادت ان احنا نطلع ثالث هو المؤخر. بس هو يعني وجهه نظره محترمه فعلا عندك حق حقيقي لان في الاخر المصلحه واحده. احنا يعني بنلعب باسم مصر في نهايه المطاف. باسم مصر يعني كلامك مظبوط كلامك صحيح. طيب